جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم ترك صلاة الشفع والوتر للمسافر وللمقيم جزاكم الله خيرا؟ صلاة الشفع والوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة في حق المسافر وفي حق المقيم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالوتر ويقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. والشفع الذي قبله هو من تمام الوتر، هو من تمام الوتر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا بالنسبة للمسافر والمقيم شيخ صالح؟ نعم بالنسبة للمسافر والمقيم لا يترك الوتر، وسنة مؤكدة حضرا وسفرا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.